صباح الخير وفترة صباحية جديدة ومشوار ساعتين عبر الهواء مباشرة وقناة مساواة الفضائية. معي أنا أمير خطيب وعفاف شيني. يسعد صباحك أمير وصباح الخير لمشاهدينا الأعزاء. فترة صباحية جديدة، مجموعة من الملفات والمواضيع، نبدأ حلقتنا مع العناوين. قصور الانتباه وفرط الحركة، وهل الريتالين هو الحل؟ مرافعة مركز عدالة الدولية بموضوع حقوق الفلسطينيين. في الذكرى الثالثة لرحيله أين نحن من إرث الكاتب والروائي سلمان نطور. الإقبال على التجميل بازدياد، أين نحن من الوعي تجاه تأثيرات المواد المستخدمة. 4 كتب كوميكس جديدة بالعربية تتصدر أعمال نول للكتب. من عروس البحر حيفا، صباحنا غير، حلقة جديدة، 15 من شباط فبراير 2019. حلقة الجمعة، جمعة مباركة، حلقة نهاية الأسبوع بشكل عام بتكون ملاني طاقات هيك إيجابية كثير. نهاية أسبوع عطلي جاي على الطريق. صباح الخير يا عفاف. يسعد صباحك أمير. صباح شتوي يعني بامتياز، وكانت ليلة عاصفة. إحنا بكل الأحوال نستبشر الخير بالمطار. عنا حلقة غنية بالمواضيع، واليوم بصادف اليوم العالمي لسرطان الأطفال، صحيح أمير؟ صحيح، هذا اليوم العالمي لسرطان الأطفال. بشكل عام كل العالم بيسلط الضوء على الاهتمام ربما بكل الحالات الإنسانية لسرطانات الأطفال في كل أماكن العالم. في كثير أماكن بالفعل بيصير في اهتمام ووعي بالغ في كل هاي الحالات، في أماكن معينة وبسبب سوء يمكن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية ما بيتم تسليط الضوء على هاي الحالات، ولكن إحنا بالفعل نتأمل الصحة والعافية لكل أطفالنا. طبعاً هذا أهم إشي، الصحة الجسدية والنفسية والمعنوية. أيضاً رح نبلش صباحنا مثل ما عودناك مع عناوين الصحافي وأبرز العناوين. بالفعل نبدأ إذن مع الصحافة الصادرة في البلاد وموقع عرب 48 الإخباري، وعنوان اعتقالات في فض تظاهرة احتجاج على مخطط طنطور في جديدي المكر. نعم، إذن متظاهرون غاضبون أغلقوا مفرق قرية المكر على شارع عكا صفد كخطوة احتجاجية على مخطط طنطور السلطوي. وبحسب هذا الخبر، الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 5 متظاهرين من أهالي جديد المكر خلال محاولتها لفض التظاهرة بالقوة وإعادة فتح الشارع. ورفع المحتجون شعارات تندد بمصادرة الأرض من أجل إقامة مشروع طنطور الذي وصفوه بالتدمير، كما رفعوا العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات مطالبين بالمحافظة على الأراضي التابعة لهم. وهذا الموضوع تحديداً أمير إحنا تناولناه على طاولتنا الصباحية بيوم أمس، وتحدثنا صحيح مطولاً عن هذا الاحتجاج وعن هذا المخطط فعلا. طيب من هذا الموضوع ننتقل إلى موقع عرب 48 الإخباري، وإحنا مستمرين في رصد عناوين الصحافة ونتحدث عن عنوان يتطرق لموضوع تقارير طبية تشير إلى سبب مصرع سوار قبلاوي وهو كان سقوطها من علو. نعم، إذن هذا المقال عفاف يستند بالفعل إلى مقابلة مع المحامي الذي يمثل الموقوفين لدى الشرطة التركية في قضية مقتل الطالبة سوار قبلاوي من أم الفحم. المحامي يقول أيضا عفاف أنه نتائج التقارير الطبية والتحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب الأول الذي أدى إلى وفاة سوار هو سقوطها من علو من شرفة منزلها في الطابق الرابع. وأيضا أمير تنشر هذه المعلومات في حين لا تزال عائلة قبلاوي تنتظر نتائج التحقيقات النهائية للشرطة التركية بعد تمديد القضاء التركي اعتقال شقيق ووالد الضحية. نعم، يبدو أنه الإعلام المحلي والإعلام التركي أيضا مهتم جدا بتفاصيل هذه القضية، مهتم جدا بالكشف عن النتائج النهائية والتقارير. صحيح. وشو رح تقول بالفعل التحقيقات بالتحديد اللي عم تقوم فيها السلطات التركية، بما أنه جريمة القتل بين قوسين جرت على الأراضي التركية. صحيح. إذن ننتقل من هذا العنوان إلى عنوان آخر، وهذه المرة في صحيفة كل العرب، وعنوان يفيد بالتحقيق مع نائب وزير بشبهات تتعلق بالطهارة. والحديث أمير في تقرير الصحفي عن إجراء تحقيق يوم أمس مع منتخب جمهور يعمل نائب وزير بشبهة تنفيذ مخالفات تتعلق بالطهارة في العمل. نعم، ووفقا للتقرير فإن التحقيقات تأتي استكمالا لتحقيقات سرية كانت قد بدأت منذ أشهر، ووفقا للشبهات فإن المشتبه
استخدم صلاحياته بشكل مناف للقانون عفاف، ويبدو أن الملاحقات القانونية والقضائية تلاحق الكثير من المسؤولين، والقائمة عم بتطول أكثر وأكثر. ملاحقات حول قضايا أخلاقية ظاهر. طيب، من كل العرب بننتقل إلى موقع بكرة الذي قال في أحد عناوينه: معظم العرب متورطين بالديون، هم معيلون وحيدون بالأجر أو بأجر منخفض. نعم عفاف، إذن هذا العنوان يستند إلى بحث أجرته سلطة التنفيذ والجباية، وأوضح أن كثيرا من المواطنين العرب المتورطين بالديون ينتمون إلى أسر ذات معيل واحد وبأجر منخفض. والبحث هذا أظهر أيضا بأن السبب الرئيس لتورطهم في الديون عائد إلى سوء التخطيط والتصرف الخاطئ في إدارة اقتصادات الأسرة، وهي كمان مواضيع إحنا كتير دوينا عليها بصباحنا غير التخطيط أو الإدارة المالية السليمة كفيلة بأنه يمكن الأسرة أو المعيل ما يدخل إلى ديون كبيرة. قبل أسبوعين بالضبط فتحنا هذا الموضوع برضو على طاولتنا الصباحية في صباحنا غير، وتحدثنا أنه كمان بشكل عام المتورطين بالديون أو المديونين العرب أغلبهم بيرجعوا على دائرة الديون بسبب أيضا اقتصادات و استراتيجية اقتصادية يمكن خاطئة. إذن من الصحافة العربية المحلية إلى الإسرائيلية وتقرير القناة 12 اللي عم يتحدث عن الملف 2000 وترجيحات إدانة نتنياهو. إذن وبحسب القناة الإسرائيلية، المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبلت يتجه إلى تبني موقف الادعاء العام والإعلان عن قراره بتوجيه تهمة تلقي الرشوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو رغم الانقسام بين فريق مستشاريه. صحيح جدا، ويشتبه نتنياهو في هذه القضية بإبرام صفقة غير قانونية مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزس، تعهد خلالها رئيس الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود على صحيفة إسرائيل هايوم المجانية المنافسة مقابل الحصول على تغطية تخدم مصالحه. وعفاف، طيب رح نتابع هاي الملفات، صرنا أشهر نحكي عن هاي القضايا اللي هيك من فايح كلنا بشيك مقال عن إنجازات مسؤولين في هاي البلاد، من فايح كلنا عن مشاريع عم بتطور الطبقات الاجتماعية على اختلافها، ما يحكوناش على تهم وتحقيقات ممكن بتوقع بعد الانتخابات. أنا بشوف عفاف. إلى صحيفة هآرتس أيضا الإسرائيلية، وعنوان يقول أن قمة وارسو لن تنتج حلفا قويا ضد إيران، ولكنها قد تعزز علاقات إسرائيل بالدول العربية. نعم، هذا هو العنوان في صحيفة هآرتس، والحديث في هذا المقال هو عن قمة وارسو التي عقدت أمس بمشاركة زعماء من الولايات المتحدة، أوروبا، إسرائيل، الدول العربية أيضا، وتهدف إلى إقامة تحالف دولي يضغط على إيران. صحفي جريدة هآرتس كتب في هذا المقال أن هذه القمة تشبه أكثر حفلاً، كما أن إيران لم تكن مركز القمة، وإنما وجود نتنياهو وظهور علاقات إسرائيلية مع الدول العربية. صحيح جداً، دائماً المقالات أو اعتدنا على المقالات من صحيفة هآرتس النقد جداً 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 لاذع. صحيح. وبالتحديد لما عم نتحدث عن القيادي ورؤوس القيادة الإسرائيلية في البلاد. بنضلنا في الصحافة الإسرائيلية ومنروح لصحيفة إسرائيل هايوم، عنوان يفيد بأن تقييم الاستخبارات العسكرية لعام 2019 يؤكد ازدياد فرص التصعيد في قطاع غزة. إذن تكتب إسرائيل هايوم أن التقييم السنوي للاستخبارات حذر والمقدم إلى هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي يؤكد أن فرص التصعيد في الساحة الفلسطينية آخذة في التزايد مع التركيز على قطاع غزة. نعم، وبحسب التقييم لا يستبعد الجيش الإسرائيلي إمكانية قيام حماس بتصعيد أنشطتها خلال العام الجاري، وربما تبادر إلى هجوم ضد إسرائيل من أجل صدم النظام في البلاد. مستمرين مع الرصد الصحفي، وننتقل إلى موقع i24 News الإخباري الإسرائيلي، وعنوان يتحدث عن أن نتنياهو سيعين قائما بأعمال وزير الخارجية بداية الأسبوع المقبل. يعني قائم بأعماله هو. المحكمة العليا إذن في إسرائيل تم إبلاغها أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيقدم الأحد القادم مشروع قرار إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه لتعيين قائم بأعمال وزير الخارجية ليعمل مكانه. ومراسل القناة الإسرائيلية أوضح في هذا المقال أن هذا جاء استجابة للالتماسات المقدمة إلى المحكمة من حزب العمل المعارض وحركة جودة الحكم.
طيب أما الآن فإلى الصحافة الفلسطينية، وعم نحكي عن جريدة الأيام. نتنياهو يقول في جريدة الأيام أنه يتطلع إلى تسلم صفقة القرن، وبحسب هذا العنوان فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية تطلع بفارغ الصبر إلى تسلم الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بصفقة القرن. نعم، وبحسب الإعلام الإسرائيلي على الأقل فإن نتنياهو مطمئن من مدى اهتمام الإدارة الأمريكية بضمان أمن إسرائيل بدعوى أن الولايات المتحدة أفضل صديق لإسرائيل. على الأغلب تصريحات نتنياهو ما جددت شيء. صحيح، وهيك قال مش إحنا. طيب. صحيح. في الأيام أيضا الاحتلال يطرد 50 عائلة من مساكنها في الأغوار الشمالية. الحديث هون عفاف بالفعل عن إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرات العائلات الفلسطينية على الرحيل المؤقت عن مساكنها في مناطق متفرقة بالأغوار الشمالية. مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية أكد أن قوات الاحتلال طردت أكثر من 50 عائلة يتجاوز عدد أفرادها 300 نسمة أمير، معظم من الأطفال والنساء، وطردوا من مساكنهم. منتابع مع الصحافي الفلسطيني وصحيفة الحياة الجديدة تصريحات لشعف يقول فيها لن نقايض حقوقنا الوطنية بالملايين ولن ترهبنا العقوبات. إذن المستشار أو مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث يقول أن الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لانتظار الإعلان الرسمي عن صفقة القرن لإبداء موقفه منها، ولن تتم مقايضة الحقوق الوطنية بالملايين. شعث أكد أيضا أن الإدارة أو إدارة الرئيس دونالد ترامب فقدت أهليتها كراع لعملية السلام بالإجراءات المتعددة التي اتخذتها ضد حقوق شعبنا، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تطالب الشعب الفلسطيني بالتنازل عن حقوقه المشروعة والثابتة مقابل وعود اقتصادية معسولة على حد تعبير شعث. إذن ننتقل إلى وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وعنوان قرار رئاسي بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس. نعم أمير، هذا العنوان يتحدث عن إصدار السيد الرئيس محمود عباس قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، لتضم في عضويتها ممثلا عن الرئاسة ورئيس لجنة ترميم كنيسة المهد ومحافظ القدس ورئيس بلدية رام الله ورئيس بلدية بيت لحم ورئيس المجلس المركزي الأرثوذكسي وسفير دولة فلسطين لدى الفاتيكان، وأيضا ممثل جمعية اتحاد الكنائس في غزة وآخرين. من الصحافة المحلية والفلسطينية ننتقل الآن إلى الصحافة العربية عفوا، وعنوان آخر من صحيفة الحياة الصادرة في لندن: لبناني يتسلل إلى فلسطين المحتلة بعد عودته منها منذ سنتين. وبحسب الصحيفة وفي التفاصيل، اجتاز اللبناني جهاد صالح وهو من بلدة عيت الشعب الحدودية الشريط الشائك، وتسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما فتحت له قوة إسرائيلية ثغرة ساعدته على العبور وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. نعم، وبحسب الصحيفة فإن المواطن اللبناني عاد منذ سنتين لعيت الشعب وقد أوقفته مخابرات الجيش اللبناني، وحول إلى المحاكمة، وبعد خروجه من السجن عاد إلى البلدة وقطن فيها حتى هذا الحادث. عفاف خيري من فهيك نمر على الحدود، حدا يفتح لنا شي ثغرة، نزور بيروت، نزور دمشق، صح، حلم، نزور كل هاي الأراضي، حلم يمكن يتحقق. صحيح. في صحيفة رأي اليوم الإلكترونية عنوان يقول تل أبيب حرب صلاحيات حماية الجبهة الداخلية. نعم، صحيفة رأي اليوم الصادرة أيضا في لندن وهي صحيفة إلكترونية تستند في تقريرها على مصادر أمنية في تل أبيب وصفت بأنها مطلعة جدا، أكدت أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية معرضة لصواريخ حزب الله بسبب حرب الصلاحيات بين الجهات المختلفة في دولة الاحتلال على حد تعبير الصحيفة. ونقلت الصحيفة أيضا ما قاله محلل للشؤون العسكرية الإسرائيلية بأن في مجال الجبهة الداخلية هنالك ثغرات في الجهوزية وتدور خلف الكواليس في المؤسسة الأمنية عاصفة حول المسؤوليات والصلاحيات بين الجيش وما تسمى سلطة الطوارئ القومية. نعم، دائما بثير اهتمام كل تعبير الجبهة الداخلية وتعقيد الجبهة الداخلية، كل مرة بيكون في خطر نكون
حرب هتنقول أو تدخل دولة إسرائيل مع أي طرف آخر بحرب بيكون فيها الجدل حول الجبهة الداخلية، هل قد مركبة؟ هل قد منفعش تكون جاهزة ولا مرة؟ الظاهر أوكي.